الحمد لله ولله الحمد التي هذا اليوم مناسبة بالنسبة للدراري بالنسبة للبرتغال وبالنسبة للدراري اللي في البرتغال. واحد الزيرو نتيجة مهمة والنتيجة هي خدام كنت تشوف المغاربة كاملين فرحانين. وبغيت نقول شكرا زياش، شكرا حكيمي، شكرا بوفال، شكرا النصيري، شكرا الركراكي، شكرا ليكيب كاملة، وشكرا الأناحي، وشكرا الأملاح، وشكرا للسيس، جميع بواحد بواحد من الكراكي. وعاش الملك سيدنا الله ينصرو. كارتسامات اي مغربي، لحظه تاريخيه فارقه، لحظه مجد لكامل جميع المغاربه. كلنا فخر بالانجازات اللي حققها وليد الركراكي والمنتخب المغربي في هذا الكوب دو موند. جبنا وليداتنا اليوم باش يشهدوا لهاد المحطه التاريخيه اللي غيفتخروا بها اجيال واجيال، وان شاء الله مزيد من التوفيق. الان الشارع المكنسي كباقي للمملكه المغربيه هناك فرحه عارمه بطبيعه الحال، لان الحدث هو حدث رياضي بامتياز، الحدث تاهل ديال المنتخب الوطني المغربي الى نصف نهائي كاس العالم المنظمه بقطر 2022. وهذا الانجاز صريع بطبيعه الحال هو اول انجاز على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي اللي حققه المنتخب الوطني المغربي. هنيئا مره اخرى للطاقم التقني بقياده وليد الركراكي، وهنيئا للجامعه الملكيه المغربيه التي دبرت الامور احسن تدبير عندما تم تغيير خليل زيتش وتعويضه باطار وطني يعني يحمل الدم المغربي ويحمل هم الشارع المغربي. وهذا الانجاز بطبيعه الحال هو كان نتاج مجموعه من العوامل. شكرا مره اخرى للكتيبه الوطنيه على هذا الانجاز الكبير، وشكرا سي عبد اللطيف والاخبار مكياس باند كات، ومتمنيتنا بالمواصله ان شاء الله. حياك الله. وهذا الانتصار هذا انتصار في حق ذاته هو ثار بالنسبه لنا كمغاربه، لا للبرتغال ولا للبرازيل اللي تقصت حتى هي، لان كانوا لعبوا معنا في 98 ولعبوا معنا في 2018، لعبوا لنا الخوات. حنا تبارك الله علينا، حنا وصلنا للقاري الفينال هذا حق ذاته راه نهايه. وديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب، وجمعيات المنتخب والصحافه ديما المغرب غادي
حطوا قطر كامله وحطوا الامه الاسلاميه برده، حطوها بالتسبيح، حطوها سبحان الله. لا بونو كانت غادي تدخل عليه، لا كريستيانو، هو اللي كان غيوه. كملي. كريستيانو كان غيوه، ما خصناش منه هاد النوبه حتى بكينا. كان غيوه كريستيانو، كان غيوه سبليون، كان غيوه البرتغال، وكان ديما كنعزو ليكم بلاد واحد. شكرا لهم بزاف، وديما مفرحينا وديما مشرفينا، مشرفين للراية المغربية. شكرا لهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله ندوزو ابونو ابونو وزياش وكاع اللاعبين. تنحيو صاحبي، وتنحيو الفريق الوطني اللي دخلنا للتاريخ، اللي عمر شي فريق عربي ولا افريقي وصل الدمي فينا لا كوب دي مون. ومن هذا المنبر تنحيو والد الركراكي والفريق جماعة والطاقم التقني، المجهودات اللي داروا كاملا مالغر الاخطاء. وديما مروك، ديما مروك. بهذا الفوز هذا، وان شاء الله مازال مزيد من التألق. الفريق الوطني ان شاء الله غيمشي للفينال، ولما لا الحلم بفوز بكأس العالم ان شاء الله. وديما مغرب اليوم المنتخب الوطني شنو كتقول بالكريك؟ فتبارك الله عليه، واخا خلعنا بداك الشديره دياري كانوا رجال تقاتلوا كما موالفين عليهم ابلوا البلاء الحسن وماتوا على الدرابو، وبرافو عليهم، برافو الرجال، ومزيد من التألق. وديما مغرب والله حنا فرحانين، حنا كجميع المغاربه كلهم فرحانين، ومدينه مكناس كلها فرحانه، فهمتي؟ وان شاء الله بحوي تنتمناو الكاس ان شاء الله، وغادي نجيبوا الكاس ان شاء الله باذن الله. عاش عليك الناس كامله، الكره تحيه ليها، تحيه للجاليه المغربيه كما فيما كانت، سواء داخل المغرب وخارج المغرب، وتحيه لجلاله الملك نصر الله عليه طول لنا في عمره. اوه شغل نقول لك، راه فرحونا بزاف، ويزيدهم من فوق لفوق. وعلى راسهم سيدنا الله ينصرو. تنهني المغاربه، وتنهني الاسود ديالنا والاطار الوطني ديالنا، سيدي وليد الله يحفظه. امين. الله يحفظه لنا سيدي وليد، والله تعالى يحفظ المغاربه جميعا، والله يخليها ديما فرحه للجميع. والله يحفظ المغرب، الله يصل الملك، الله يستر سيدنا، الله يشفيه. Thank you.
بهذا الانجاز اللي دار المنتخب ديالنا، والحمد لله ديما مفرحينا وما حشموناش وهازين الرياض المغرب، وعاش الملك وعاش المغرب والصحراء المغربيه. وكان الداري واعرين صراحه الله لعبوا مزيان 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 ولعبوا داك الصحه يستحقوا هاد واش ما علاش لا ما نديوش كاس العالم بهاد اللعب ان شاء الله غنديو كثر شي حاجه فيها كثر. وبرافو عليهم وتبارك الله عليهم وخلاطهم الصحه تبارك الله عليهم وديما المغرب تبارك الله على حكم داش وركراكي طابوكا. نطلب سيدي ربي يسهل على المنتخب الوطني وباغي الكاس ان شاء الله الكاس 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 ان شاء الله. واش نطلبوا المدرب الركراكي يمشي في هذه الخطه ديالو راه الامور مزيانه مزيانه. لا بجد الله تحول ولاد حومتي والمغاربه ديالنا نجحوا ان شاء الله قبل الماتش الجاي ونكونوا ديما. وشنو كان تقول للركراكي بهذه المناسبه؟ تحية ليه من هنا ترى من الكناسة ليه. أولا نحن فرحانين بهذا الإنجاز أننا نكون أول دولة إسلامية عربية إفريقية كتوصل هذه المرحلة وكنتفوقوا على فرقة كبيرة وقوية عالميا. وتبارك الله علينا وتبارك الله عليك الركراكي وعاش الملك وديما مغرب.